السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد مع بعض كورس الفيزيكال أوبتكس، الضوء الفيزيائي. والكورس ده بيتم التركيز فيه على 3 ظواهر، اللي هم الأوبتيكال انترفيرنس، التداخل الضوئي. الظاهرة التانية هي الديفراكشن اللي هو الحيود. والظاهرة التالتة هي البولاريزيشن اللي هي الاستقطاع. يبقى محور الكورس بتاع الفيزيكال اوبتكس اللي عندنا 3 ظواهر الموجودين عندي: التداخل الضوئي والحيود والاستقطاع. اول محاضراتنا هنتكلم عن مقدمه عامه عن الويف، الموجه ذات نفسها، لان لما بتعامل مع الضوء بيكون ليه طبيعتين، ليه طبيعه جسيميه وليه طبيعه موجيه. احنا هنتكلم عن الطبيعه الموجيه ونعرف بعض المبادئ العامه. في البدايه لازم نعرف يعني ايه ويف، يعني ايه موجة، وازاي بتنتقل، وانواعها، وايه اهم الخصائص اللي بتميز موجة عن موجة ايه اخرى. لو جينا لحد يسألني في البداية يعني ايه كلمة موجة، what the meaning of the wave، ايه المقصود بالموجات او الموجة؟ الموجة هو عبارة عن disturbance، اضطراب في الوسط بينقل الطاقة بتاعتي من مكان لمكان. يبقى الموجة عبارة عن disturbance، اضطراب، that transfer energy from place to place، يعني بينقل الطاقة من مكان لإيه؟ لمكان. طب مين اللي بيحمل الطاقة ديت؟ يقول لك هو الميديم. اللي بيحمل الطاقة هو إيه؟ الميديم، الوسط. والوسط ده كان يكون ليه أنواع زي جاز، نوعه جاز أو ليكويد أو إيه؟ أو سوليد، أو سوليد موجود عندي. طيب هل كل الأمواج متطلب ليها وسط عشان تنتقل؟ أقول له لأ، في بعض الأمواج زي الموجة الضوئية لا تنتقل في الوسط ولا تحتاج إلى وسط كي تنتقل فيه. والدليل على كده الضوء اللي بيجي لنا من الشمس مش محتاج وسط، بيجي لي من الفراغ. ولكن لو جيت مثلا على الصوت، الصوت من الموجات اللي محتاجة الوسط عشان تنتقل فيه. يعني لو 2 طلعوا الفضاء فوق واتكلموا جنب بعض على طول مش هيسمعوا بعض. ليه؟ لأن مفيش وسط ينتقل فيه الصوت، موجة الصوت من نقطة إيه إلى نقطة. يبقى هنا في البداية اتكلمنا عن الموجة، عرفنا اللي هي اضطراب، اضطراب بيحدث في الوسط بينقل الطاقة من مكان إلى مكان آخر، وفي بعض الأمواج بيحملها هو الوسط، والوسط قد يكون من النوع الغاز أو السائل أو إيه أو الصلب. طيب هنروح بقى على الويف موشن اللي هو حركة الموجة. بتتحرك إزاي؟ بتاخد أي سلوك أو أي اتجاه بتتحرك بيه؟ بيقول ان ابسط شكل او حركه من حركات الموجه هي السيمبل هرمونيك موشن. ايه السيمبل هرمونيك موشن؟ هي الحركه التوافقيه البسيطه. تمام، الحركه التوافقيه ايه البسيطه، شبه البندول بتاع الساعه. ودايما الحركه التوافقيه البسيطه لما نقول على حد بيتحرك حركه توافقيه بسيطه، يعني حركه فيها استمراريه، فيها حركه فيها ايه استمراريه، يعني لا تتوقف. تمام، زي ايه؟ زي ضربات القلب، فيها انتظام وفيها استمراريه. تمام، لو توقفت اصبحت لا نسميها سيمبل هرمونيك ايه موشن. طيب بيقول البروباجيشن، الانتشار بتاع السيمبل هرمونيك ويف بتاع الموجه التوافقيه الموجوده عندي في الميديم قد يكون بشكل ترانزفيرس، شكل مستعر او شكل طولي، شكل مستعرض او شكل ايه او شكل طولي. طيب دايما البارتيكل بتاع الميديم اللي هو جسيمات الوسط بتاعي بيحصل لها فايبريشن، واتجاه الابتزازات بتاعها دهيت بيكون عموديه على اتجاه انتشار ايه الموجه، وخصوصا في حاله الترانزفورس ايه ويف، الموجات المستعرضه. يبقى في الموجات المستعرضه الاتجاه بتاع اهتزاز الموجات دايما بيكون عمودي على اتجاه انتشار ايه الموجه. يبقى البارتكل اوف ذا ميديم فايبريت، بيحصل لها اهتزاز في اتجاه عمودي على اتجاه الدايركشن اوف بروباجيشن، الاتجاه بتاع ايه الانتشار بتاع الموجه اللي عندي، وده بيتوفر في الترانزفيرس ويف اللي هي الموجات المستعرضه. طيب لو احنا عرفنا الموجه الويفز وقلت اللي هي عباره عن اضطراب بيحصل في الوسط، طب ازاي امثل الموجه بتاعي بشكل رياضي؟ ابسط صوره من الصور بتاع تمثيل الموجه هو الشكل الموجود عندي ده، ان الواي بيساوي بي ساين اوميجا تي بلس اور ماينس الفا. طب ايه كل عنصر موجود عندي هنا؟ الواي ده هي بتمثل الازاحه اللي بتحصل في الموجه الموجوده عندي، دي ديسبليسمنت، مقدار الازاحه اللي بتحصل. البي بتمثل الامبليتيود، السعه. الاوميجا بتمثل حاجه اسمها التردد الزاوي، والتي بتمثل الزمن، والالفا بتمثل مقدار الفيز شيفت ايه اللي موجود عندي.
يبقى هنا الواي دي بنسميها displacement، اللي هو ازاحه of vibrating particle، الازاحه اللي بيصنعها الجسم ايه المهتز الموجود عندي اللي بيطلع ايه emitting للويف. والبي بنسميها الامبليتيود السعه. يعني ايه السعه؟ السعه ببساطه هي اقصى ازاحه بيصنعها الجسم سواء للاعلى او ايه للاسفل. عشان كده الامبليتيود قد تاخد قيم موجبه وقد تاخذ ايه قيم سالبه. زي ما اتفقنا ان الاوميجا ديت هي عباره عن الانجلر فريكوانسي اللي هو التردد الزاوي، وده ممكن نعبر عنه اللي هو 2 باي في اف، الباي قيمه ثابته اللي هي 22 على 7، والاف هو الفريكوانسي التردد بتاعي. او ايضا ممكن نشيل الفريكوانسي ونحط مكانها 1 على تي كابيتال، والتي كابيتال اللي هنا بتمثل الزمن الدوري، او نقول اللي هي 2 باي في ان، والان بتمثل نمبر اوف اوسيليشن او النمبر اوف سيركل اللي بيعملها، عدد الدورات اللي بيعملها ايه الجسم المهتز. يبقى الاوميجا اللي في المعادله اللي فوق دهيت زي ما قلنا هي الانجلر فريكوانسي، وهي بتساوي 2 باي في اف، وقلنا الاف ديت هي التردد، او 2 باي على تي كابيتال اللي هي التي كابيتال هو الزمن الدوري اللي هو زمن اهتزازه واحده، او 2 باي في ان اللي هو عدد الاهتزازات ايه الموجوده ايه عندي. الالفا اللي موجوده في المعادله ديت بنسميها اذا ما اتفقنا اللي هي الفيز ايه شيفت الموجود عندي. طيب المقدار ده هو اللي هو اوميجا تي سواء كان بلس او ماينس الفا، دي بنسميه الفيز. المقدار ده كله على بعض اللي جوه الاشاره دهيت اللي جوه علامه الساين ده بنسميه ايه الفيز. طب ممكن نعرفه عباره عن ايه؟ عايز اجيب المقدار ده كله على بعضه، هو عباره عن الانفرس ساين للواي على البي. تمام، على الواي على ايه للبي. زي ما قلنا الواي دي بتمثل الديسبليسمنت للازاحه، والبي بتمثل ايه الامبليتيود. يبقى دلوقتي بعد عرفنا تعريف الموجه وازاي بتنتقل، عرفنا الشكل الرياضي لابسط الموجات الموجوده، وعرفنا كل بارامتر في المعدل او شكل المعادله بيمثل ايه زي الواي والبي والاوميجا تي والالفا والمقدار كله على بعضه بيمثل ايه عندي بمعنى فيزيائي. طيب هنروح دلوقتي لمفهوم تاني، حاجه اسمها الباس ديفرنس. الباس ديفرنس بمعنى اللي انا بقول ايه، لو انا عندي موجتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، لو ما اقول الموجتين بيتحركوا مع بعض تمام في نفس المسار، في الحاله ديت بنقول الباس ديفرنس بينهم ايه زيرو. تمام، طب لو فيهم واحده سابقه الثانيه او واحده متاخره عن الثانيه، يبقى لازم يتواجد ايه باس ديفرنس. واذا تغير الباس ديفرنس بتاعي يتغير حاجه اسمها الفيز ديفرنس. تمام، الزاويه، مقدار الزاويه هيحصل له ايه هيختلف. طب تعال نشوف الموضوع عامل ازاي. بيقول افترض اللي عندك زي ار2 هرمونيك فايبريشن اوف تو بارتكل، يعني عندي موجتين بيتحركوا وذ ذا سيم بيريود اند امبليتيود، والموجتين لهم نفس الساعه ونفس ايه الزمن الموجود عندي الدوري. ادي شكل الموجتين اهوت، ادي الموجه البارتكل الاولاني بي بيطلع موجه باللون الازرق دوت ليه بتتحرك، واللون الاحمر اللي هو البارتكل رقم 2 بيطلع موجه اهوت موجه ثانيه. خلاص الاثنين لهم نفس الساعه ليه؟ لو انا جيت قست المسافه من هنا لهنا تمام، هلاقيها هي نفس المسافه من عند الاحمر لايه لموضع السكون اللي هو اقصى اهتزازه بيصنعها بعيدا عن موضع ايه السكون، سواء كانت في الموجب او ايه في السالب. طيب هتلاقي ان الموجه اللون الموجه اللي باللون الازرق سابقه او متاخره تمام عن الموجه اللي باللون الاحمر. يعني ديت بادئه، شوفوا هنا، هنا بادئ من عند اكس 1 والاحمر بادئ من عند ايه اكس 2. طب لو انا عشان اقدر اجيب الباس ديفرنس بينهم لازم امثل الموجه الاولانيه اللي باللون الازرق بلون، والموجه الثانيه اللي هي باللون الاحمر بايه بمثلها، الموجه اللي باللون الازرق بمثلها بمعادله، والموجه اللي باللون الاحمر بمثلها بمعادله ايه اخرى. يبقى المعادلتين الموجودين عندي اهوت، ده المعادله الاولانيه بتوصف اللي هي الموجه اللي بلونها ايه ازرق بالشكل ده، بيقول فيها ايه الواي زي ما اتفقنا اللي هي ايه الازاحه اللي بيصنعها، الاي هو الامبليتيود، وهنا الاوميجا تي، ولكن التي هنا منقوص منها مقدار اكس 1 على سي. الاكس المسافه على السرعه هي زمن ايضا، يعني الزمن اللي هنا مطروح منه مقدار الديلي اللي حصل، مقدار التاخر ايه اللي حصل. وبرضك نفس الحكايه الموجه الثانيه زيها شبيهه ليها، لان مفترض ان الموجتين ليهم نفس الامبليتيود برضك، ولكن هنا المسافه اللي اتاخرت الديلي كان اكس 2، يبقى اكس 2 على ايه على سي. طيب عشان اجيب الباس ديفرنس بجيب حاجه اسمها الفيز ديفرنس، يعني اطرح اللي جوه الساين، الفيز ديفرنس اللي هو الفرق في الزوايا، يعني اجيب اللي جوه الزاويه هنا اللي هو جوه القوس بتاع الساين هنا، واللي جوه القوس بتاع الساين هنا، واطرحهم هما الاثنين ايه من بعض. يبقى اقول له الفيز ديفرنس هيساوي المقدار ده اللي هو اوميجا في تي ناقص اكس 2 على سي
مطروح منها اللي هو اوميجا في تي ناقص اكس واحد على ايه؟ على سي زي ما موجود عندي هنا. ممكن من المعادله ديت اخد الاوميجا، الاوميجا على السي عامل ايه؟ مشترك، والتي هنا هتروح مع السالب تي اللي موجودين ايه؟ عندي هيفضل اكس 2 ناقص اكس 1. لو جيت بصيت على الاكس 2 ناقص اكس 1 دول بيمثلوا الباس ديفرنس اللي انا عايز ايه؟ احسبه. بيمثلوا الباس ديفرنس اللي انا عايز ايه؟ احسبه. يبقى ببساطه عشان اجيب الباس ديفرنس مثلت كل موجه عندي، كل موجه عندي بالمعادله بتاعها، وجبت الفيس ديفرنس الفرق في الزوايا بينهم، يعني اللي جوه الساين هنا واللي جوه الساين هنا اتطرحوا من بعض، خدت الاوميجا سي عامل مشترك ويفضل، والتي راحت مع السالب تي، وقلت الاكس 2 ناقص اكس 1 دي بتمثل الباس ايه؟ ديفرنس. ادي المعادله اللي حصلت عليها. طيب مش انا لسه معرف الاوميجا اللي هو التردد الزاوي، وقايل اللي هو عباره عن 2 باي في اف او 2 باي على ايه؟ على تي. فشلت الاوميجا وحطيت مكانها 2 باي على ايه؟ على تي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده طلع عندي التي الزمن الدوري في السي هو ايه؟ الويف لينث اللي هو ايه؟ اللمضه. يبقى اصبح المعادله دي شكلها النهائي، الفيز ديفرنس بيساوي 2 باي على لندا في الاكس 2 ناقص اكس 1، اللي قلت ان الاكس 2 ناقص الاكس 1 دوت هو الباص ايه؟ ديفرنس. يبقى المعادله بيقول ان، وده معادله مهمه جدا، ان الفيز ديفرنس بيساوي 2 باي على لندا في الباص ايه؟ في الباص ديفرنس. يبقى كده انتهينا من حكايه الباص ديفرنس. اقدر احسبها ازاي؟ اقدر احسبها بدلاله الفيز ايه؟ ديفرنس، والباي قيمه ثابته، واللندا هو الطول ايه؟ الطول الموجي الموجود عندي. طيب انا عايز بقى احسب التوتال انرجي اوف ذا ويف، عندي موجه دلوقتي عايز احسب الطاقه بتاعها، ومن خلال ما اطلع ما احسب الطاقه بتاعها اعرف ايه اهم العوامل اللي بتاثر على الطاقه. لما اجي اعمل معادله عشان اقدر اعمل كده لازم اوصل لدريفيجن رياضي او دريفيجن بيوضح لي ايه التوتال انرجي، قيمه التوتال انرجي بتاع الويف دي بتساوي ايه. طب دي هعملها ازاي؟ بيقول لك انا عندي موجه بالشكل ده اللي هي رقم المعادله رقم واحد الموجوده عندي ديت، زي شكل الموجه العادي ان الواي بيساوي بي ساين اوميجا تي زائد الفا، وعرفنا الواي اي والبي والاوميجا تي والتي والالفا ديت عباره عن ايه. لو سمحت انا عايزك تحسب لي، هدفي هنا تحسب لي الطاقه الكليه للموجه. طب هحسبها ازاي؟ قال لك الطاقه الكليه بتاعت الموجه عباره عن ايه؟ التوتال انرجي بيساوي الكاينيتيك انرجي طاقه الحركه زائد البوتنشال انرجي اللي هي طاقه ايه؟ الوضع. طيب وطاقه الحركه ديت هي عباره عن نص ام في سكوير، نص ام، الام ده الكتله بتاع البارتكل، والفي هو عباره عن ايه؟ السرعه اللي بتحرك بيها. اما طاقه الوضع هي الانتجريشن اللي هو عباره عن التكامل بتاع القوه في الدي واي. يبقى دلوقتي عشان احسب الطاقه الكليه للموجه اللي موجوده في المعادله دهيت واحد، لازم احسب الكاينيتيك انرجي ليها والبوتنشال انرجي. الكاينيتيك انرجي ادي قانونها نص ام في سكوير، وهنا البوتنشال انرجي عباره عن التكامل بتاع الاف في دي ايه واي. طيب اعمل ايه؟ قال لك عشان احسب الكاينيتيك، خلينا نمسك ترمي في المعادله، عشان احسب الكاينيتيك انرجي لازما الام قيمه ثابته ولكن الفي هي المتغيره. ازاي احسبها بقى؟ انا ما عنديش الا ازاحه. اقول لك انت خدت في التفاضل، لو عندك ازاحه، لو فضلت الازاحه دي بالنسبه للزمن يديك ايه؟ سرعه. ولو كمان لو فضلت السرعه ديت بالنسبه للزمن يديك ايه؟ عجله. مش خدنا الموضوع ده؟ هقول له هعمل ايه بقى؟ في البدايه هدف اللي عشان احسب الكاينيتيك انرجي لازم اجيب ايه؟ السرعه الموجوده عندي، وقلت هجيبها ازاي؟ هجيبها عن طريق تفاضل المعادله ايه؟ الموجوده عندي. ادي المعادله افاضلها زي ما قلت بالنسبه للزمن، لو فضلت الدي واي ده هي بالنسبه للدي تي يدينا ايه؟ السرعه. طب هفاضلها ازاي؟ تفاضل الساين كوزين فين بداخل ايه؟ الساين، فهيطلع البي قيمه ثابته هتفضل زي ما هي، هتلاقوا الساين تفاضلها ايه؟ كوزين اوميجا تي زائد الفا، وتفاضل ما بداخلها هنا تفاضل الاوميجا تي هي عباره عن اوميجا، هتطلع ايه؟ هتطلع بره. في اي مشكله كده؟ مفيش عندي اي مشاكل خالص. طب لو حبيت اجيب العجله، عشان اجيب العجله افاضل المعادله اللي انا طلعتها في 2 دهيت كمان مره بالنسبه لايه؟ للزمن. هتفاضلها ازاي؟ هقول له والله برضك تفاضل الكوزين سالب ساين، يعني البي اوميجا هتفضل زي ما هي بي ايه؟ اوميجا، تمام؟ وهنعرف التربيع ده جه منين دلوقتي. تفاضل الكوزين سالب ايه؟ ساين. في تفاضل ما بداخل الزاويه تفاضل الاوميجا تي عباره عن اوميجا، الاوميجا هتطلع مع الاوميجا الاصليه تبقى اوميجا ايه؟ اوميجا تربيع. طيب لو جيت بصيت على اللي باللون الاحمر في المعادله رقم 3 ديت، البي ساين اوميجا تي هتلاقيها هي اللي موجوده فوق، فممكن اشيلها واحط مكانها قيمتها ايه؟ الواي. فطلع دلوقتي عند السرعه وطلع عند العجله. شايفين الشكل الابسط شكل فيهم بتاع ايه؟ العجله، طلع سالب اوميجا تربيع واي. اما المعادله بتاع السرعه فيها زوايا، طب عشان اتخلص من الزوايا هعمل ايه؟ قال لك عشان تتخلص من الزوايا
وتخليها شكلها بسيط، ارجع للمعادلة رقم واحد الموجودة عندي. ازاي؟ هقول له مش المعادلة رقم واحد ديت ممكن احطها بالشكل ده، ساين اوميجا تي زائد الفا بيساوي واي على بي، لو ضربت طرفين في وسطين هترجع بشكلها الاصلي ولا لا؟ طيب بعدين قال لك انا امثل الموضوع ده بمثلث اهوت، قال لك فيثاغورس دلوقتي ان الساين عندي موجود عندي، الساين هو عباره عن مقابل على الوتر، ادي الزاويه بتاعتي اوميجا تي زائد الفا، المقابل ليها هو ايه؟ الواي صح؟ والوتر بتاعها الوتر بتاعها اللي هو ايه؟ البي. طب الضلع ده اقدر اجيبه من فيثاغورس؟ اقدر اجيبه، تمام؟ اللي هو الجذر التربيعي اللي هو للوتر ناقص ايه؟ المقابل الموجود عندي هنا. طيب وبعدين قال لك تقدر تجيب الكوزين من المثلث ده؟ اه، ده الكوزين ده عباره عن ايه؟ المجاور للزاويه اللي هو مقدار بي تربيع ناقص واي تربيع تحت الجذر التربيعي لايه؟ على الوتر اللي هو البي. طيب وبالتالي كانت معادله السرعه بالشكل ده اهي، كانت بتقول اللي هي بي اوميجا كوزين اوميجا تي، فممكن اشيل الكوزين اوميجا تي زائد الفا واحط مكانها المقدار ده ولا لا؟ اه ينفع، واحط مكانها ايه؟ المقدار ده. طيب وبعدين قال لك طالما جبت الفي وبسطتها بالشكل ده احسب الطاقه الكليه الكاينتيك انرجي، الطاقه الايه؟ الحركيه. طب الطاقه الحركيه كانت بتقول لي هي نص ام في ايه؟ سكوير. طيب كل اللي هعمله اللي انا هاخده المقدار ده واربعه، هتلاقوا الجذر التربيعي دوت النص دوت ايه؟ راح. يبقى دلوقتي جبت اول ترم عندي ولا لا؟ اه جبت اول ترم اللي هو الكاينتيك انرجي. طب انا عايز اجيب البوتنشال انرجي، اجيبها ازاي؟ تعال نشوف هنجيبها ازاي. هقول له انه اولا ان كاينتيك انرجي عباره زي ما قلنا عباره عن قوه في الدي واي، تمام؟ طب القوه دي عباره عن كتله في عجله، جميل. الكتله قيمه ثابته، والعجله انا لسه جايبها ولا لا؟ اه قلت لك لما فضلت السرعه بالنسبه للزمن جبت ايه؟ العجله، طلعتها بالشكل ده. طب هعوض عنها هنا طبعا، لما ديت هتنزل كده الاف لما اشيلها دي سالب في سالب هيدينا ايه؟ موجب. طيب بعد كده اعمل ايه؟ كامل، لما تكامل المقدار ده هيطلع لك ام اوميجا تربيع واي تربيع زائد ايه؟ 2. دلوقتي اصبح عندي الكاينتيك انرجي الطاقه الحركيه معلومه، واصبح عندي البوتنشال انرجي ايه؟ معلومه. طب اجيب الطاقه الكليه ازاي؟ اقول له الطاقه الكليه عباره عن الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي، اجمع الاثنين مع بعض، افك ديت تمام؟ لما افك نص ام اضربها في البي تربيع مره ومره في السالب واي ايه تربيع، ده هيروح مع ده ويطلع لك ايه؟ في الاخر ان التوتال انرجي بيساوي نص ام نص ام اوميجا تربيع بايه؟ تربيع. وقلت زي ما اتفقت ان انا ممكن اشيل الاوميجا تربيع بتاعتي واحط مكانها 2 باي في ان، وقلنا لان عدد ايه؟ الاهتزازات ايه؟ الموجوده عندي. يبقى ده المعادله اللي طلعت بتاعت ايه؟ الطاقه الكليه للموجه الموجوده عندي. اهي الطاقه الكليه بتاعت ايه؟ الموجه ايه؟ الموجوده عندي. طيب هتلاحظوا هنا هنا بقى ايه؟ المقدار ده هو تخلي بالكم الام ده قيمه ثابته والباي قيمه ثابته والان قيمه ثابته. هتلاحظوا ايه بقى؟ ان الطاقه الكليه بتتغير مع مربع السعه، الطاقه الكليه بتتغير مع مربع ايه؟ السعه. يبقى اصبح دلوقتي طلعت اكسبريشن ما هو رياضي للطاقه الكليه للموجه، واستنتجت منه ان كل ما الاكثر حاجه مؤثره على الطاقه الكليه للموجه هي مربع ايه؟ السعه. يبقى دلوقتي الطاقه الكليه بتاعت الموجه بتعتمد على مربع ايه؟ السعه الموجوده ايه؟ موجوده عندي. طيب ايضا يبقى زي ما اتفقنا ان الطاقه الكليه بتتناسب زي ما انتم شايفين هي بتتغير مع مربع الساعه، وايضا ان الطاقه الكليه بتتناسب ايضا مع الشده. ما تتناسب ايه؟ مع الشده. طالما ان الطاقه الكليه بتتناسب مع مربع الساعه والطاقه الكليه بتتناسب مع الشده، معنى كده ان الشده بتتناسب مع مربع ايه؟ الساعه زي ما انتم شايفين كده. ولما جم حسبوها لقوا الاثنين مساويين لبعض، ان الشده بتساوي ايه؟ مربع الساعة، الشدة بتساوي مربع ايه؟ ساعة. ودي العلاقة التانية المهمة اللي احنا استنتجناها لغاية دلوقتي. يبقى دلوقتي عرفنا أول علاقة إن الفيز ديفرنس بيساوي 2 باي على لندا في الباس ديفرنس. وبعد كده اتفقنا لما عشان نجيب الطاقة الكلية للموجة بجيب مجموع طاقة الحركة زائد طاقة الوضع، وشفنا الإثبات وطلعنا اكسبريشن موجود عندي بالشكل ده. الاكسبريشن ده ببساطة بيتكلم بيقول إن هنا الطاقة الكلية بتتناسب مع مربع الامبليتيود مع مربع ايه؟ الساعة. خلاص. وايضا عارفين ان الطاقه الكليه بتتناسب مع الشده، معنى كده ان الشده بتاعتي بتتناسب مع مربع الامبليتيود. ولما جم شافوا مقدار التناسب دول تلاقوهم حاجه بسيطه جدا، فقال لك الاثنين مساويين مع بعض، وده اكسبريشن تاني هنستخدمه ايه في الاستنتاجات ايه الجايه. هنتوقف هنا وناخد بريك ونرجع نستكمل بقيه المحاضره. والسلام عليكم ورحمه الله.